شدد دكتور المهندس عمار جبر خليل محافظ صلاح الدين على ضرورة إعادة بناء المشاريع المهمة وتأهيل المتضرر منها للإسهام بعودة النازحين إلى مناطقهم المحررة. المحافظ استعرض خلال لقائه وفد منطقة الرفيعات التابعة إلى قضاء بلد وضع النازحين من أبناء مناطقهم والمآسي التي يعيشونها في المخيمات، وأكد أن عودة النازحين إلى مناطقهم ومسك الأرض سيساعد في عودة الحياة الطبيعية ويحافظ على السلم المجتمعي فيها.